حرس مصطفى شله، امين صندوق الاسماعيلي، واحمد فهيم، واحمد عبد الرحمن العضوان، وعلي ابو جريش رئيس قطاع الكره، ونائبه عماد سليمان على تبادل الدروع والهدايا التذكاريه مع رئيس بعثه ستر البحريني على هامش اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين يوم الاثنين، والذي انتهى بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق باستاد الاسماعيليه. وكان إيهاب جلال وجهازه الفني المعاون أشرفوا على المباراة الودية أمام ستر البحريني، وأشركوا في شوطها الأول كمال السيد حارسا، وأمامه محمد هاشم ومحمد عمار ومحمد دسوقي وحمد النجاز للدفاع، وعمر الوحش ومحمد مخلوف وصالح جمعة ومحمد عبد السميع للوسط، ومحمد وجدي ومحمود الشبراوي للهجوم، ولعب بديلا الحارس محمد فوزي وعبد الله حسني واحمد عبد الوهاب وحماده صلاح ومصطفى فارس وابو بكر حمزه جمل وعبد الله السعيد ومحمد زيدان ومحمود ياسين اوتاكا. وجاء اللقاء متوسط المستوى بين اصحاب الارض وضيفهم، ولاح للجانبين فرص للتهديف لولا يقظه حراس المرمى، وانتهت المباراه بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، واحرز لابناء الفانيله الصفراء محمد هاشم وعبد الله سعيد. واستغل اهاب جلال المباراه وطبق طريقتين خلال شوطيها الاول، لعب بطريقه 3-4-3 والثاني بطريقه 4-4-2 بشقيهما الدفاعي والهجومي. وتقدر الاشاره ان لقاء ستر البحريني يعد الثامن على التوالي ضمن سلسله المباريات الوديه للاسماعيلي التي بداها بمواجهه فايد ثم الجيل السعودي والجمارك البورسعيدي وإنبي وأورنج وفيوتشر والجونة، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد للبداية القوية والضربة القوية في بداية الموسم.